اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. رجعنا للنجم عادل مصطفى. وقبل ما اتكلم مع عادل عن امور كثيره، عايز اسالك عادل عن ايه رايك في الاحداث اللي بتدور في الفتره الاخيره بالنسبه للنادي الاهلي، يعني عدم التجديد لحسام عاشور وابلاغه ان الموسم ده هو اخر موسم ليه، ايضا شريف اكرامي والنادي الاهلي بيتمنى التوفيق لشريف اكرامي في خطوته القادمه، وتجديد لوليد سليمان، وايضا دلوقتي احنا اتكلمنا على موضوع احمد فتحي خلاص. وليد سليمان الموضوع خلص خلاص، يعني موضوع وليد هيمضي سنتين او مضى سنتين في الاهلي. وليد الموضوع بتاعه خلص، وكان رد كان متوقع، يعني كان متوقع من وليد الاتجاه اللي هو اخذ. شريف انا شايف ان هو يعني الموضوع قريب موضوع احمد فتحي، ولكن شريف اتعامل بذكاء كبير جدا في الموضوع، وذكاء شريف ان ما خلاش الموضوع عند النادي من بدري. شال رفع الحرج عن النادي في حته واتعامل فيها بذكاء كبير جدا. ايوه، ومع ان شريف هيخرج برده من النادي، هيخرج من النادي الاهلي بس يروح يلعب حته ثانيه، ولكن هيبقى شريف قيمته موجوده على النادي الاهلي. دي وجهه نظري، وخد بالك اي حاجه انا بقولها انا دي وجهه نظري انا.